تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا مشاهدي قناة كويت سبورت في كل مكان، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عالم الصحافة لتسليط الضوء على أبرز ما طلعتنا به الصفحات الرياضية لهذا اليوم من مواضيع متنوعة، فأهلا وسهلا بكم معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد، ونبدأ مع الصحافة المحلية. رحيل اللاعب الغاني المميز في صفوف النادي الملكي إلى دوري نجوم قطر قوبل بسخط من قبل عشاق الأصفر، إلا أن العذر قد يلتمس للإدارة في هذا القرار إذا ما تم النظر إلى المقابل المادي لهذا الانتقال. وفي آخر شؤون العنابي متصدر دوري فيفا، فأن الجهاز الفني هناك في طور إعداد أحد المهاجمين المميزين للجولات القادمة. وبالذهاب إلى خيطان صاحب نتائج سلبية حتى الآن، فأن مشكلة الفريق تكمن وبشكل واضح في اللمسة الأخيرة أمام المرمى. علمت الراي أن نادي القادسية سيحصل على $1 مليون أمريكي عن كل موسم في حال رغب نادي الغرافة القطري في تجديد عقد لاعب كرة القدم الغاني رشيد سميلة. وكان القادسية جدد عقد سميلة حتى يونيو 2020 قبل أن تتم إعارته إلى الغرافة حتى نهاية الموسم الحالي نظير $1 مليون. وأكد اللاعب في تصريح له قبيل مغادرته الاثنين الماضي إلى الدوحة أنه من الصعب ترك القادسية بعد أن أمضيت فيه أوقات رائعة، واعتبر بأنه مثل عائلته، ومعربا عن حزنه لاتخاذ قرار الرحيل. دخل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبد الرحمن باني برنامجا تأهيليا خاصا آملا في إعداده لخوض مواجهة الفريق أمام كاظمة المقررة في 13 من الشهر الجاري على استاد علي صباح السالم ضمن الجولة الثالثة من دوري فيفا. وكان باني قد غاب الأشهر الماضية عن تدريبات العنابي، كما تخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى المعسكر التدريبي الذي أقيم في القاهرة. وتتوقف مشاركة باني أمام كاظمة على مدى اقتناع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني بالجاهزية الفنية والبدنية للاعب. اعتبر محمد عبيد مساعد الصربي ألكسندر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان غياب المهاجم الهداف أبرز المشاكل التي واجهها فريقه في المباراتين اللتين خسرهما أمام السلمية والصليبخات على التوالي في الجولتين الأولى والثانية ضمن منافسات دوري فيفا، وقال: خسرنا أمام السماوي والصليبخات نظرا لغياب المهاجم القناص الذي يهز الشباك ويترجم الفرص إلى أهداف، وذلك في ظل الهجمات العديدة التي حصلنا عليها وضاعت بسهولة من أقدام اللاعبين، وهي نتيجة لعمل جيد من المدرب الصربي ألكسندر ثم بمجهود كبير من قبل لاعبي الفريق. توصيات هامة أقرتها اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شؤون كرة القدم في البلاد خلال اجتماعها الأخير، وهي الرامية إلى وضع بعض الضوابط الخاصة بمن يكون في أرض الملعب وإبعاد الأشخاص غير المؤثرين في ميدان المباراة. وبالتحول إلى عالم المحركات، فأن هناك بطولة لإحدى فئات السيارات ستقام في القريب العاجل،
ويتوقع أن تكون فيها المنافسة على أشدها. قرر اتحاد الكرة قراراً يقضي بمنع دخول رؤساء الأندية إلى أرضية الملعب أو حتى بتواجدهم على دكة البدلاء، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءاً من اليوم. وقد يضطر بعض رؤساء الأندية إلى استخراج بطاقة بصفة جديدة ليصبح عضواً بالجهاز الإداري. كما قرر الاتحاد توزيع حقوق البث التلفزيوني بمنح النادي المضيف 60% مقابل 40% للنادي الضيف، على أن يطبق بأثر رجعي من الجولة الأولى لبطولة دوري. واتخذت اللجنة قرارا يقضي بعمل أوبريت غنائي ومهرجان لنهائي كأس الأمير وكذلك لنهائي كأس ولي العهد. أعلن أمين سرند السيارات والدراجات الآلية فيصل الذكير أن الاستعدادات تجري على قدم وساق في النادي لتنظيم بطولة الكويت للكارد التي تنطلق السبت المقبل على حلبة جابر الأحمد الدولية. وأكد الذكير أن مجلس إدارة النادي واللجان العاملة يبذلون طاقاتهم لإنجاح البطولة وإخراجها بالصورة التي ترضي التطلعات، وأشار إلى أن الاستعدادات تجرى حاليا بوتيرة متسارعة لإنهاء كافة الترتيبات، لافتا إلى أن اللجان كثفت جهودها خلال فترة قصيرة لتنظيم البطولة. وأتوقع الذكير أن تكون البطولة مميزة بسبب الإقبال الكبير على المشاركة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعد ذلك نذهب إلى الصحافة العربية. أهلا بكم من جديد. غادر المدرب البرتغالي للرفاع البحريني والسابق لفريق نادي خيطان القيادة الفنية للرفاع بقرار إداري من قبل مسؤولي النادي يوم أمس، جاء كنتيجة لتردي نتائج الفريق من جولة لأخرى ليقبع في قاع الترتيب لجولات عدة من عمر الدوري. وإلى المواجهة القطرية أمام التنين الكوري، فمع وصول بعثة العنابي إلى كوريا بات المدرب الأوروغوياني للعنابي هو محور الأحاديث الإعلامية هناك، نظرا لعودته للقيادة الفنية عقب مغادرته سابقا. أعلن نادي الرفاع للأيام الرياضي أن مجلس الإدارة قرر رسميا إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم البرتغالي أنطونيو ميراندا بعد النتائج السيئة وغير المرضية التي تحققت للفريق بقيادته في دوري فيفا لأندية الدرجة الأولى. كما أعلن النادي عن التوصل إلى اتفاق مع المدرب الوطني سلمان شريدة لتسلم قيادة الفريق بعد أن يصل من خارج البحرين، مبينا أن المدرب المساعد أحمد عيسى سيقود الفريق لحين عودة شريدة. اهتم الكوريون كثيرا بعودة فوساتي لتدريب العنابي الأول أكثر من اهتمامهم بالمباراة التي تجمع منتخبي البلدين والمقرر إقامتها غدا في التصفيات المونديالية الحاسمة. وهناك أكثر من سبب يجعل الكوريين ويجعل مدربهم الألماني شتلكا يتحدث عن فوساتي أكثر من الحديث عن المباراة. ومن هذه الأسباب أن الكوريين حاولوا معرفة أي معلومات حديثة عن العنابي بعد أن تولى فوساتي المهمة. وقد أكد شتلكا في تصريحات صحيحة نشرتها الصحف الكورية الجنوبية أنه يعرف جيدا التغييرات التي طرأت على المنتخب القطري بتولي فوساتي تدريب العنابي، وهو مدرب كفء وخبير وكان مدربا للعنابي في 2008. مشاهدينا الكرام، ونذهب إلى فاصل آخر وبعد ذلك نستعرض معكم الصحف العالمية ومع ضيف مميز كعادة برنامج عالم الصحافة.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الصحافة العالمية، ولكن قبل أن نستهل أخبارنا العالمية نود أن نرحب بضيفنا وضيفكم طبعا الناقد الرياضي السيد ناصر الفضلي من جريدة سياسة. ناصر الساعة المباركة، ساعتك أبرك أبو حسن، يعني زمان ما شفناك صراحة. إن شاء الله الحمد لله ودائما متألق إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الكرام نذهب إلى بداية الصحف العالمية. احتلت عدة صفقات مدوية عناوين الأخبار في الميركاتو الصيفي الماضي في ظل التنافس الشرس بين عمالقة أوروبا على تدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد، ولكن جاءت صفقة مجانية للاعب منبوذ خالفت التوقعات ونجحت حتى الآن في تحقيق الاستفادة القصوى، وهي انتقال سوبر ماريو من الريدز إلى نيس، كما عاد النجم التركي للتواجد مجدداً ليذكرنا بفنياته حينما كان لاعبا بارزا مع الأتلتي قبل انتقاله إلى الكامب نو، فيما سرق المهاجم الكوري الأضواء من عمالقة البريمير ليج وحتى باقي الدوريات الكبرى، وذلك عطفا على ما يقدمه من إسهامات فعالة برفقة الديك اللندني. من لاعب منبوذ رفضته عدة أندية في إنجلترا وإيطاليا بعد طرده من ليفربول هذا الصيف، إلى نجم يجذب إليه الأنظار في كل مباراة يخوضها مع فريقه الجديد نيس حتى الآن. هكذا تتلخص قصة الإيطالي المثير للجدل ماريو بالوتيلي. ورغم أن كثيرين توقعوا نهاية بالوتيلي بانتقاله إلى الدوري الفرنسي، إلا أن تلك التوقعات ذهبت أدراج الرياح بعدما أصبح اللاعب بالأرقام الصفقة الأرخص والأكثر تأثيراً في الميركاتو، حيث نجح بإحراز 5 أهداف في 4 مباريات مع فريقه وقاده لصدارة الدوري بأهدافه الحاسمة. يعد الدولي التركي أردا توران نجم برشلونة أحد أفضل لاعبي البلوغرانا هذا الموسم، كما أنه يقدم أفضل أرقامه التهديفية، حيث تمكن خلال 10 مباريات لعبها هذا الموسم في تسجيل 5 أهداف، وبمقارنة مع المواسم السابقة سنجد أنه خلال 25 لقاء بالموسم الماضي سجل فقط 2. وفي 2014-2015 لعب 46 لقاء مع أتلتيكو وسجل 3 أهداف، كما لعب 46 مباراة بموسم 2013-2014 وسجل 9 أهداف، وفي 2012-2013 لعب 41 لقاء وأحرز 5 أهداف فقط. يواصل الدولي الكوري هونغ سونغ نجم توتنهام الإنجليزي تألقه مع السبيرز في المباريات الأخيرة. هونغ سونغ شارك هذا الموسم رفقة توتنهام في 360 دقيقة من 4 مباريات، سجل بها 4 أهداف وصنع 2. يليه في الترتيب البرازيلي نيمار الذي شارك في 450 دقيقة، سجل 4 أهداف وصنع 2. وبرز الكوري بقوة أمام مان سيتي في الجولة 7 من البريمير ليج، حيث ساهم في صنع الهدف الثاني لفريقه. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، رحب أيضا بضيفنا مجددا السيد ناصر الفضلي الناقد الرياضي. أستاذ ناصر، يعني بداية بالوتيلي مثير للجدل من يوم ما كان في الدوري الإيطالي وبعد ذلك ذهب إلى الإنجليزي والآن يتألق مع فريقه الجديد الفرنسي نيس، يعني سر التألق هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافة. الحديث عن اللاعب بالوتيلي، نعم. الكل اعتقد أن في نصف نهائي يورو 2012 اللي في بولندا اللاعب سجل 2 في مرمى المانشافت الألماني، فاستبشرت الجماهير أنه يكون، نعم، لاعب كبير. وبعد ذلك في الأندية اللاعب صارت شخصيته يعني جدلية، المستويات، نعم، اللي ظهر فيها سواء مع اي سي ميلان أو مانشستر سيتي بعدين ميلان ثم ليفربول ما كانت بالطموح يعني خلال، نعم، 4 سنوات. انتقل مؤخرا الى نيس الفرنسي، ظهر بمستوى صراحه يطرح الكثير من الاسئله. انا اعتقد ان لو نظرنا الى اسماء الفرق الكبيره اللي لعب فيها بفارق كبير عن فريق نيس، هذا ممكن كان يشكل ضغط نفسي على اللاعب في ظل وجود النجوم الكبار في الانديه الكبيره. الان بالوتيلي مثل ما يقول الان، انا اعتقد انه ممكن يكون هو مثل ما يقول يعني هو قدوة اللاعبين، أو هو اللاعبين المجموعة اللي معاه في نيس يعولون عليه كقائد بعيد عن الأضواء. نعم. هذه نقطة. نقطة ثانية، إن
الدوري الفرنسي ما عليه اضواء نفس الدوري الاسباني اعلاميا، مو مثل البريمير ليج او الانجليزي او الالماني وحتى الالماني والايطالي. لذلك انا اعتقد ان هذا له جانب مؤثر. يعني انت قصدك ان تقول هناك لاعبين يلعب مع فرق متوسطة المستوى تلقى يبدع أكثر مما يكون معه. طبعاً لأن هو يكون في ممكن يكتسب خبرة أثناء التدريبات، خبرة أثناء المباريات أو المشاركات القليلة اللي يكون يشارك فيها. مثال على ذلك الدولي الغاني برينس بواتينغ، لعب في إيسي ميلان اسم كبير في الدوري الإيطالي، انتقل إلى شالكة لم يوفق مع لاس بالماس حالياً في الدوري الإسباني، عامل شغل ممتاز حتى من قبل حصوله على البطاقة الحمراء في لعبة سوسيداد اللي خسرها فريقه، وما لعب لعبة ريال مدريد اللي انتهت في التعادل. أنا أقول إن في أسماء لاعبين مثل ما تفضلت أبو حسن ممكن يكون اسم يعني متوقع له كبير أو اسم لاعب كبير، لكن ما يمشي مع الفريق الكبير، ممكن يمشي من دية الوسط، يعني ممكن يقول يعني نأمل إن شاء الله. طبعاً وأيضاً بالحديث عن بواتينغ، هو سجل الهدف الثاني لفريقه في نيس في مرمى لوريان، حصل على البطاقة الحمراء الإنذار الثاني. اليوم في كلام على أن رئيس اللجنة التنفيذية في لجنة الحكام الاتحاد الفرنسي قال أن بإمكان فريق نيس يقدم احتجاج أو التماس حق العقوبة اللاعب، ممكن يتم رفعها لأن الحكم أوليفييه تولال ذكر أن أخطأ في الإنذار الثاني حق اللاعب، وممكن يلعب لعبة ليون. هذا شيء جميل، ممكن يلعب لعبة ليون في 14 الشهر الجاري نية حق لبطولة الدوري الفرنسي. نية حق توران اللاعب التركي اللي كان مع أتلتيكو مدريد وبالتالي ذهب برز مع أتلتيكو يعني في البداية، بالتالي خذاه برشلونة. العام الموسم الماضي مع برشلونة لم يبرز بصراحة توران، لكن السنة في سر يعني مرة واحدة شفنا توران أهداف قام يسجل وتشوفه يعني لاعب مؤثر. شو اللي تغير يعني؟ شو اللي صار؟ شوف طبعاً أنا بوجهة نظري إن أردا توران الأجواء في أتلتيكو مدريد مختلفة بشكل كبير عن برشلونة. لأن أنا أعتقد إن مع سيميوني يختلف الحال عن ريكي. سيميوني يعتمد بالدرجة الأولى طبعاً على التكتيك والروح القتالية العالية والإصرار والعزيمة والانضباط التكتيكي في كل لاعب في مركزه. فهذا كان سمة لاعبين أتلتيكو مدريد، ومن ضمنهم أردا توران شاهدناه منضبط، لاعب يؤدي أدوار دفاعية هجومية. عنصر أساسي في أتلتيكو مدريد، فايتنج مو طبيعي، كان يسجل أهداف. مع برشلونة تغير الوضع على أردا توران. برشلونة يعني ما يعتمد بالأساس على الروح العالية والإصرار والأداء القوي، فيعتمد على الأداء السلس الهجومي. هذا 1 2 والتيكي هذه هذه نقطة. أولى نقطة ثانية، وجود اللاعبين الأساسيين ميسي نيمار سواريز إنييستا راكيتيتش بوسكيت، هذا أدى إلى أن صعوبة إدخال اللاعب في التشكيلة الأساسية. الموسم الحالي لا، انغلب الحال في ظل وجود يعني بدايه الموسم المدرب اصابات، ممكن راحت ميسي، ممكن احيانا انيستا يدخل أردا توران بديل عنه. يعني الكثير من متابعي برشلونه بصراحه يقولون شو اللي صاير في برشلونه هالموسم؟ واضح يعني واضح ان برشلونه يعاني. انا اعتقد في 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 المراكز الثلاثه ابتداء من خط الدفاع يا ابو، يعني لما نشوف ان مثلا لا في 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 تراجع انسجام يعني كان في داني ألفيش بيكي ماسكيرانو ألبا، هذا خط الظهر. لما رحيل داني ألفيش هز الدفاع شوي، قدوم أمتيتي ومشاركته في بعض المباريات على حساب ماسكيرانو أدى إلى زعزعة الدفاع. صحيح. لذلك نلاحظ أن بيكي هو الوحيد اللي محافظ على مستوى أفضل لاعبين. كثير أغلب مباراة برشلونة تلقى أهداف لهذه الأسباب، مشكلة الدفاع. حراسة المرمى أيضا دخول شتيغن كعنصر أساسي بدل برافو أدى إلى ارتكاب أخطاء، هذه أدى إلى مشكلة في منظومة برشلونة الدفاعية. مع العلم أن عزز الدكة، خلينا نقول طبعا، بس يحتاجون انسجام بالنسبة للويس إنريكي، لكن هي تحتاج توليفة طبعا. أنت أعتقد أن التدوير ما يصير في خط الدفاع خصوصا في بداية الموسم. أنت خط الدفاع تحتاج إلى استقرار أكثر. صحيح. بعد اللي راحة وتدوير اللاعبين يكون في مباريات سهلة في الوسط أو في الهجوم. الشكل برشلونة خصوصا بعد غياب لما يسحب بوسكيتس من خط الوسط مثلا في لعبتين الاخيرتين اللي شفناهم خاصه مع سلتيفيكو، لاحظ ان كان برشلونه بدون طريقه لعب غير واضحه. هذه مشكله ثانيه. مشكله ثالثه، لما يغيب ميسي عن الفريق ما نشوف هويه البرشلونه او شكل برشلونه. يعني برشلونه يعتمد مثلا على ميسي على اليمين، نيمار على الشمال، ودخولهم الى المنطقه، او ميسي يكون قريب من انيستا في وسط الملعب، يكونون مصدرين تحت المهاجمين، مصدرين لعب. هني لما تلاعب اي لاعب مكان ميسي، انا اشوف السيد انريكي خان الاختيار. اللاعب الانسب هو رافينها. ليش؟ لان رافينها اشول ويدش للداخل، وبالتالي يحافظ على شكل برشلونة أغل شيء. أما أنه يسحب بوسكيتس يريح إنييستا، ميسي مصاب، الفريق أعتقد يواجه مشاكل
بشكل يعني كأنه بس طبعا في وقت قدام المدرب ممكن لا 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 طبعا الكلام مبكر. هو في البداية تكلم عن يعني التقهقر بالنتائج خصوصا أيضا ريال مدريد نفس الشيء يعني طبعا بداية الموسم الفرق معرضة نعم طبيعي هذا خصوصا التشبع وطول السنة قاعدين يلعبون. ني حق الكوري الجنوبي هونغ سونز متفوق صراحة بالبريمير ليج وتشوفه يعني يصول ويجول يعني طبعا الحديث عن الكوري الجنوبي، الكوري الجنوبي سجل هدفين سجل اربع اهداف وصنع هدفين مع توتنهام يعني انا ما توقعت انه يبرز يعني طبعا طبعا كاري والنخبه الموجوده في توتنهام صراحه حسن دائما اذا تالق اللاعب انا بنظري انه دائما ننظر للمدرب عمل المدرب يعني شفنا مثلا مع ليستر تالق فاردي يعود للمدرب صحيح وخلق عرف شلون يوظف اللاعب بالنسبه لبوكيتينو الارجنتيني مدرب توتنهام هو نزل سون بدل كين المصاب يعني شفناه لعبه السيتي الاخيره كان متميز صنع الهدف الثاني لديلي ايلي المدرب يلعب طريقه اربعه تقريبا الى سته ست خيارات بدون راس حربه فهذا يعني وجود داير كارتكاز اللعبه اللي فاتت ما لعب وجود وولكر دولي انجليزي وكذلك روس الظهير نعم الشمال نعم وعلى فكره المنتخب ايضا كثير منه في توتنهام خمس لاعبين نعم يعني غوارديولا قال توتنهام منتخب انجلترا صحيح يعني يقصد ان اغلب لاعبين المنتخب الانجليزي من توتنهام موجودين في توتنهام يعني وولكر على اليمين ديريس روز على الشمال فيه حتى رحيم ما بين يعني هذيك ايه المباراه ايه بسبب ايه الباك ايضا هو وجود ديلي ايلي في الوسط كص ممتاز داير ايضا لاعب ارتكاز مهم جدا وكين في المقدمه اضافه الى من الارجنتيني واريكسون صار في ايضا الدوليين في طبعا ساعدهم مانشستر سيتي ان سيد غوارديولا ما لعب بالاسلوب الهجومي او الاستحواذ او السيطره او الضغط في مراكز متقدمه بل لجا الى الارتكاز اثنين منح توتنهام الفرصه في انه يسجل ويخطف ثلاث نقاط مباراه يعني واضح ان البريمير ليج بومينج مثل ما يقول قاعد يشتعل يعني وهذا هذا الحلو في الدوري الانجليزي. عموما نذهب الى الخبر القادم وهو من الكالتشيو. نتجه إلى عملاق الكالتشيو لنتحدث عن صراع إدارة البيانكونيري مع باقي الأندية الراغبة في ضم الأرجنتيني الموهوب. فبعد أن فرض قصير القامة نفسه بفضل أدائه وحركاته ازداد الطلب عليه بقوة، وهو ما أدخل القلق إلى نفوس مسؤولي السيدة العجوز. أما في سان سيرو فأن وسائل الإعلام الإيطالية بدأت تخصص مساحات لحامي عرين اللومباردي والذي امتدح بدوره العملاق بوفون وتمنى السير على خطاه، فهل ينجح في ذلك؟ ندع الأمر إلى قادم الأيام. قالت مصادر صحفية إيطالية بأن نادي يوفنتوس يسعى بكل قوة إلى تجديد عقد المهاجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مع الفريق. وبحسب صحيفة كوريري فإن اللاعب سيوقع على عقود جديدة قريبا في خطوة قد تسبب الإزعاج للعملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد. ويعتبر ديبالا محط أنظار كبار القارة وليس عملاقي إسبانيا فحسب، حيث يسعى بيبي ماروتا المدير التنفيذي لليوفي إلى تأمين اللاعب والتوقيع على عقد جديد. تحدث الدولي الإيطالي الواعد جيان لويجي دوناروما إلى وسائل الإعلام حول مشاركته مع المنتخب الإيطالي والحارس جيان لويجي بوفون. دوناروما قال في التصريحات التي أدلى بها قبيل مواجهة منتخب بلاده مع نظيره الإسباني يوم الخميس المقبل في تصفية القارة العجوز لكأس العالم، حيث أكد دوناروما على أنه سيستغل وجوده في المنتخب بجانب الكبير بوفون من أجل التعلم منه والسير على نهجه، حيث قال بأنه مثله الأعلى. نرجع لضيفنا أستاذ ناصر، يعني بوجهة نظرك هل سيتمكن اليوفي أو اليوفنتوس من الحفاظ على نجمه باولو ديبالا من مغريات قطبي الدوري الإسباني يعني برشلونة ريال مدريد؟ ما شاء الله يعني الماغنت مثل ما يقولون مغناطيس اللاعبين. هو طبعا ديبالا لاعب غني عن التعريف، لاعب من أبرز الوجوه في الغارة الأوروبية، لاعب مهاري، لاعب يصنع ويسجل أهداف. برشلونة كان عنده رغبة أعتقد قبل يعني لفت نظر الكل ديبالا طبعا ما في شك، وبرشلونة كان عنده رغبة أنه يتعاقد مع اللاعب لكن اليوفي تمسك فيه. أعتقد أن مستوى اللاعب ممكن قابل لأن يتطور بشكل أكبر وهذا ممكن راح يرفع أسهم اللاعب. اليوفي أمام المال ممكن إذا تخطى سعر اللاعب، خصوصا في أنباء ترددت أنه ممكن يطوف المئة مليون، ممكن على المدى البعيد مستقبلا يعني ممكن اليوفي
يبيع ديبالا، يعني لكن انا اشوف ان اليوفي يبيع عادي طبعا خصوصا الان اصبح المال يعني السائد يحكم الاندية. نعم. ورغبه اللاعب ايضا تدخل في هذا العامل، مع ان اللاعب صرح انه راح يعني حالته مستقر هو مع اليوفي. هو ثنائي جدا ممتاز مع هيغواين، واعتقد ان هذا راح يعود على منتخب الارجنتين اللي راح يخوض مواجهتين مع بيرو في ليما ومع البرغواي في بيونس ايرس. اتوقع في ظل غياب ميسي ممكن الثنائي هذا هو يكون حل في يد المدرب باوسا ان شاء الله. عموما ناتي ايضا الى سؤال اخر وهو ما يخص حارس ميلان دوناروما، يعني يقال انه هو راح يكون خليفه بوفون، يعني هل صحيح؟ والبعض يراه انه افضل من بوفون. يعني بدايه هل يعني مستوى دوناروما افضل من نوير الالماني ام لا؟ هو مو لاعب ما يعني مو افضل من نوير ولا افضل من بوفون، هو لاعب واعد يعني مواليد 99 يعني 17 سنه بالتالي من هذا المنطلق الناس طبعا هو مشروع حارس انه يكون اساسي، خصوصا انه يعني يعني هو لعب اول لعبه له مع منتخب فرنسا، خسر منتخب ايطاليا 3-1. هو كان اول مشاركه له، ويعتبر ثاني اصغر لاعب ايطالي بعد الاسطوره بالو مالديني، لاعب موسم 85 سنه 85 لعب منتخب الازوري. فهو مشروع حارس واعد طبعا، انه مستقبل استفاد جدا انه في 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 ديغو لوفيز حارس ريال مدريد السابق وايضا اس ميلان الحالي، هو ضمن مع هذا الحارس، استفاد من خبرته. وكذلك ابيات لحارس ايضا حارس جيد في اس ميلان. تتوقع ياخذ فرصته مع ميلان دوناروما ولا ممكن يعني ممكن يركن؟ لا ممكن ياخذ فرصة، لكن على اعتقد ان الاسبقيه والاوليه راح تكون حق ديغو لوفيز او ابيات يعني. ايضا هذا الحارس يعني انا قلت انه لعب مع منتخب فرنسا ومشروع حارس ممتاز بالنسبه لانه مستقبلا انا اعتقد ان فكره الاعتزال ما تراود بوفون حاليا. بوفون اتوقع بعد مونديال روسيا 2018 راح يكون ممكن. طبعا هذا دوناروما هذا الحارس هو امتداد لحقبه من اساطير حراسه المرمى في ايطاليا، سواء دينا زوف 82 المتوج في كاس العالم 82 طبعا كان ومرور بي وولتر زينجس كاس العالم 90 وحاليا بوفون. بوفون طبعا لا شك يعني ايطاليا تزخر في حراس المرمى. اذا نتكلم عن حراس المرمى ني على شويه الدوري الانجليزي، كان عندك تعليق انت ايضا على فريق توتنهام. اي يعني شوف انا كنت بتكلم عن وضعيه الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي صراحه صعب التكهن في صحيح في من يحقق اللقب، يعني صحيح. هو اللقب سيذهب لفريق واحد. نعم. لكن انت عندك مانشستر سيتي فريق جدا ممتاز. الابرز صراحه اللي لفت نظري في البريمير ليج حتى الان بعيد عن النتائج هو تشيلسي كونتي. يعني كونتي قاعد يشتغل على طريقه 4-4-2، كونتي وماتيتش ارتكاز، ويليان على اليمين، على الشمال هازارد، وكوستا وموزيس النيجيري مهاجمين اثنين. طريقه العمل على ال 4-4-2 راح مشروع فريق قوي في الدفاع والوسط والهجوم ومتجانس، عكس ال 4-5-1 او 4-3-3 اللي قاعد يلعبها مثلا توتنهام او توتنهام غريبه ال 4-5-1 او 4-6-0 بدون راس حربه واربع مدافع، وبالتالي ست خيارات امام المدرب بوكيتينو. لكن الابرز والاوضح انه قاعد يبني فريق المستقبل هو تشيلسي، بعيدا عن انه حقق بطوله او فاز يعني وخسر. بغض النظر عن النتائج طبعا لان المنافسه قويه. نعم. مانشستر قوي. نعم. السيتي قوي، ليفربول مو سهل الحين، اليونايتد انا اشوفه انا يعني قاعد طبعا مو متواضع. لا يزال مبكر الحكم على هذه الفرق، لكن انا شوف انا حبيت اتكلم عن كونتي بالذات لان انا اشوف قاعد يبني فريق لمستقبل، يعني 4-4-2 مو بين يوم وليله تكون يعني. عموما استاذ ناصر الفضلي الناقد الرياضي في جريده السياسه، كل الشكر لك واثريتنا بصراحه واثريت مشكور ما قصرت. شكرا على الاستضافه ابو حسن. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام كان هذا كل شيء، على امل لقاء بكم ان شاء الله في حلقه جديده غدا. حتى ذلك الحين نترك في رعايه الله وحفظه وفي امان الله.